يبقى ايه مشكله الانسان في هذا الزمن؟ ما نقولش مشكله الانسان في الفقر، مشكله الانسان في الجهل، مشكله الانسان في انه لا يتبع الاساليب العلميه في الجوده، لان في هناك جوده فكريه وجوده طبيه وجوده ثقافيه وجوده معرفيه وجوده بحثيه، لا يتبع اساليب التقنيه في الانتاج والمش عارف ايه. المشكله كثره النسل، المشكله عدم التوازن بين الانتاج وبين الاستهلاك، المشكله اختلال الميزان التجاري، المشكله اختلال الموازين الاقتصاديه واضطراب سعر العمله المحليه امام اسعار العملات الدوليه او العالميه. دي كلها مشاكل جزئيه، لكن اكبر مشكله تعصف بحياه المجتمع المسلم ان يكون هذا المجتمع مرتبطا بالدنيا ليس مرتبطا بالله. دي اخطر مشكله، ودي اللي ربنا قاله: بل يريد الانسان ليفجر امامه. اياك ثم اياك يا عبد الله الا تفكر في الاخره. الدنيا دي كلها اجعلها تحت حذائك اذا كانت سببا في قطع الطريق بينك وبين الله. اياك ان تجعل شيئا يحول بينك وبين ربك، لأن عزك وشرفك وجاهك وقوتك ونصرتك إنما هو بالاتصال بالله سبحانه.